السلام عليكم اخوان، صافا لاباس عليكم. معكم بلاك بايكر، فيديو جديد وجديد ان شاء الله. الوغ الاخوان، نتمنى انكم تكونوا كلكم على خير يعني وبخير يعني في اوجه العطاء ديالكم. الوغ باش ما نطولش عليكم الاخوان، موضوع جديد بصراحه وموضوع جد مهم كيتسناو المغاربه كاملين. الوغ قبل ما ندخلوا في الموضوع الاخوان، نتمنى انكم اللي مازال ما ابونيش في القناه يتابونا وفعلوا الجرس الاخوان وديروا لايك على الفيديو. الور ندوزوا الموضوع مباشره. واخيرا الخوت، باي باي ترامب، باي باي، بسلامه بسلامه ترامب. اخيرا ترامب يودع البيت الابيض، وبايدن صراحه بايدن المحبوب عند الناس كلهم يعني بعد معاناه ديال بايدن باش يترشحوا عليه على يتولى الرئاسه ديال الولايات المتحده الامريكيه. صراحه انا الراي الشخصي ديالي مع يعني بايدن معاه يعني صراحه، وكما شفتوا يعني بعد معاناة كبيرة ما بين بايدن وترامب، صراحة اللي يعني ضجة اختار الضجة يعني صراحة ما بين الناس اللي كانوا تيبغيو ترامب، هي صراحة وكيبغيو وكاينين بعض الناس اللي كيبغيو حتى يعني بايدن. ترامب يعني دار واحد الخطاب، يعني خطاب باش اخر خطاب باش يمشي بحالته من البيت الابيض. وصراحه شنو كان تيقول فيه؟ يعني تيقول لك يعني بسلام عليكم عشاق ومحبين ديالي، وما كيذكرش نهائيا بايدن في الخطاب ديالو، كيقول غير الشعب الامريكي والشعب الامريكان وكذا، ودرت وفعلت هذه المده وانايا. وصراحه بسلامه وتهنينا منه، وتهنينا من السياسه ديالو والتعقد ديالو، وتهنينا حتى من العنصريه ديالو اللي دار على يعني الافارقه، وعلى يعني اون جينيرال على يعني عوازه اون جينيرال. حتى يعني بايدن فاش يعني طلع دار ندوه صحفيه ما كانش ترامب نهائيا مشى، وهذه ما عمرها كانت يعني صراحه فاش يكون الرئيس اللي قبل، فاش يجي الرئيس ديما هذه القضيه كتكون عند الامريكان، كيكون يعني حاضر في الندوه الصحفيه ديالو ولا حاضر في بزاف، ما كانش هو صراحه. وبايدن يعني الدموع ديالو هو كيخطب يعني باش كيتولى، يعني ما متيقش راسو يعني ومتحمس. انه صراحه أنا الاخوان بيني وبينكم، انا بايدن بين غير من وجهه صراحه، وحق الله غير من وجهه بين انسان مشهور وانسان مزيان وغادي يغير الميريكان وغادي يغير سياسه العالم صراحه. وانا متفق معاه وباغي متفق مع يعني الناس كاع اللي صوتوا عليه متفق معاهم. اول حاجه الاخوان يعني في الندوه الصحفيه منذ يعني وصل البيت الابيض والندوه الخطابيه بايدن، صراحه كيتاسف بزاف على 400,000 يعني اللي فقداتهم الولايات المتحده الامريكيه بسبب الوباء. يعني صراحه هو اول حاجه اللي كينصح بها هي يعني كيقول يعني الشعب الامريكي كيقول ليه مثلا ديروا يد في يد، والكمامه يعني كيجبر الكمامه اي حاجه، لدرجه هو خطب بالكمامه، بايدن خطب بالكمامه يعني ما تحيدش، كيوصي عليها ووصي عليها باش يتغلبوا على هذا المرض ويتغلبوا على يعني البؤره الجديده اللي خرجت مؤخرا. اخوان يعني اي رئيس يكون يعني قديم ورئيس جديد، كتكون هذه يعني سيستيم وقاعده عند الامريكان، يعني كيرسل يعني الرئيس القديم كيرسل يعني طائره خاصه هو وعائلته، الرئيس المنتخب يعني باش يجي للبيت الابيض. ترامب ما دارش هذه القضيه، لاول مره في التاريخ ديال الولايات المتحده الامريكيه ما رسلش. ويعني وثاني حاجه دارها يعني صراحه ترامب اللي كيبعد يعني كيبعد على بزاف ديال الاسئله، وكيبعد على بزاف ديال صراحه بزاف ديال الامور. ترامب من الاخر ترامب خايب وفي شكل وعنصري وبزاف ديال الامور ما كيديرهاش. الشكل اللي خلى الصحافه داروا واحد الضجه عليه، وواحد الناس يعني حاروا في هذه الامور، لدرجه اللي ما حضرش في الندوه الصحفيه ديال بايدن وما غرسلش الطائره الخاصه. يعني يا خوت من الاخر تهنينا من هذاك الامر. حتى يعني بايدن صراحه بعد انتهاء يعني الندوه الصحفيه ديالو اللي دار على يعني في البيت الابيض، يعني نشر على الصفحه ديالو الخاصه ديال تويتر يعني تصور ديالو مع يعني الشخصيات المهمه والكبيره في امريكان الا ترامب الوحيد اللي ما حد بطبيعه الحال ما غيكون هو قبل كان مصور معاه، ولكن حيدو على داكشي اللي دار ترامب صراحه.